تقول السائلة مريم يا فضيلة الشيخ، نصلي في رمضان في بعض المساجد فيكون دعاء القنوت في أدعية غير مأثورة من أجل ترقيق القلوب ونحو ذلك، ويكون وقت دعاء القنوت أكثر من وقت الصلاة، هل هذا صحيح؟ هذا غلط، ليس صحيحا. القنوت يجب أن يكون بدعوات قليلة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما علم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ألفاظ القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فإذا اقتصر على هذا فإنه يكفي، وإن أضاف إليه بعض الأدعية الثابتة من غير تطويل فإنه أيضا لا بأس، والإمام يخفف على المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة. فإذا صلى لنفسه فليطول ما جاء، فإذا كان يقنط لنفسه وليس إماما وإنما هو يصلي منفردا فله أن يطول في القنوت والصلاة ما شاء، أما إذا كان إماما فإنه يراعي حال المأمومين ولا يطول عليهم. وأيضا إذا جاء بأدعية غير ماثورة فهذا لا يجوز، لأن هذه الأدعية قد يكون فيها ما يبطل الصلاة. نعم.